هات جرايه هنا. وانت فعلا اديتي فلاشه منيله تخصني. دلوقتي لسه معتزل ومستني مني اوردر. ولو ما كتبتش كل حاجه باسمي الفلاشه دي هتطير زي العصافير ويحصل بقى اللي يحصل. يا نهارك اسود يا هنا، يا نهارك اسود. انت ازاي تعملي كده؟ ازاي تسلمي رقبتي للواد اللي اسمه معتز ده؟ انت اتجننتي. هو انت لسه شفت الجنان اللي على حق؟ لا انت كده مش فاهم حاجه، انت كده واقف في منتهى السذاجه كده. انت نطرتي نفسك بره اللعبه. الجيب دلوقتي بيني وبين سي معتز. هو انت فاكره بسذاجتك دي لو انا كتبت لك كل حاجه هو هيسامحني عليا؟ معتز ما يقدرش يعمل اي حاجه الا باذن. ليه ان شاء الله؟ امه ولا بيت اهله؟ لا بس مصلحته معايا اكتر حد تعرف تتفاهم معاه في الدنيا دي الواضح اللي بيقول لك انا حرامي. انا مش نجيف. واصعب حد تتفاهم معاه اللي ماسك السبحه وعامل لك فيها شريف وهو من جواه حرامي. معتز بقى من النوع الاول، عشان كده هو احسن منك. انت كده راحت منك خالص، تضيعتينا. انا اللي ضيعتك ولا بنتك اللي رفع عليك قضيه هي اللي ضيعتنا؟ بنت مين؟ بنتك اللي طلعت لنا في المقدر. اعلان الجلسه اهو، روح بقى المحكمه قول لهم انها مش بنتك، واحلف لهم زي ما قعدت تحلف لي كده انك ما اتجوزتش امها. شوف هيصدقوك ولا لا. اسمع، ايه الكفاله ده؟ ازاي ده يحصل؟ بتسالني انا؟ ما تسالها هي. قول لها ليه عملتي كده بباباكي؟ ده انا كنت بنيم المغفله مراتي، لكن انا كنت ناوي اخليكي تورثي زيك زي بقيه ولادي. مش ده اللي كان في دماغك يا فؤاد؟ اقسم بالله ابدا. كذاب. كم مره قلت لي انك انت هتقتلها وتخلصنا منها؟ كم مره قلت لي حاضر هكتب لك كل ما املك؟ عملت حاجه؟ الاجابه لا. عايزني بقى اتصرف ازاي لما الاقي اعلان جاي لي بالشكل ده؟ ها؟ الوي دراعك ازاي؟ مش بمعتز. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.